بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحام بيت الله الحرام ينعقد ثاني مجالسنا هذا العام في هذا اليوم الثاني من أيام عشر ذي الحجة في شهر هذا الشهر الحرام سنة 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم المجلس الأول البارحة في الحديث عن مدخل يتناول فضيلة موضوعنا في سياق إطاره الزمني وعشر ذي الحجة وما خصها الله تعالى به من الفضائل والمناقب والأحكام. وهذا المجلس الثاني نجعله مدخلاً أيها الكرام ومقدمة للحديث عما نحن بصدد تناوله في الأيام المقبلات بشأن الحديث عن مقاصد حج بيت الله الحرام. ولعظم الموضوع وأهميته سنخصص هذا المجلس ليكون مقدمة توضيحية. ماذا نعني بالمقاصد؟ وما المراد بها؟ وما أهميتها؟ وكيف سنفهم ما سيأتينا في المجالس المقبلة تباعاً إن شاء الله تعالى؟ وبين يدي هذا الحديث نقاط لا تخفى على مسلم فيما يتعلق بفرض حج بيت الله الحرام. أمة الإسلام، الحج فريضة الله المكملة لأركان الإسلام، فرض في السنة التاسعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحج بأمته الحجة اليتيمة الفريدة حجة الوداع سنة عشر للهجرة، ومات سنة مطلع سنة 11 للهجرة عليه الصلاة والسلام. حجت العرب قبل الإسلام، ولم يقف الحج منذ أذن الخليل إبراهيم عليه السلام، لكنه حرف وصرفت العبادة فيه لغير الله في الجاهلية حتى بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعاد لهذا البيت رونقه وبهاءه بالتوحيد الذي بني عليه بيت الله الحرام. فرض الحج ودلت على فرضيته عدة أدلة في الكتاب والسنة وأجمعت عليه أمة الإسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا عز اسمه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي عرفة سنة عشر من الهجرة في أثناء حجة المصطفى عليه الصلاة والسلام في عشية عرفات نزل قول الحق سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذه جزء من أدلة فرضية الحج وإيجابه في ديننا معشر المسلمين، بل جاء التأكيد على فرضية هذا الركن العظيم. أوما تأملتم الدلالة في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ ولو كان هذا الجزء من الآية الكريمة مقتصرا على الإيجاب لكان كافيا، لكن التأكيد جاء بعده بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، في دلالة
إلى عظم وشناعة ترك الحج مع القدرة عليه. ما قال الله ومن ترك الحج، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك جاءت الآثار كمثل أثر عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه لما قال كما أخرجه ابن كثير في التفسير وصححه، قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا، لمن قدر ولم يحج. إذن فلم يمنعه من الحج إلا الإباء والاستكبار والإعراض عن استكمال دين أمر الله عز وجل بإقامته على هذه الأركان. وفي الأثر الثاني عن عمر بن الخطاب وإن كان فيه ضعف، يقول رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده زاد وراحلة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. والأثر فيه ضعف كما أسلفت. وأثر آخر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وفيه ضعف أيضا، قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج مقرون في فرضيته بالاستطاعة بصريح قوله تعالى في القيد المذكور في الآية ولله على الناس، فكان هذا على العموم في مجراه، ثم قيد بقوله من استطاع إليه سبيلا، فجاء التخفيف من رب العزة والجلال على أمة الإسلام بإيجاب الحج على المستطيع، فسقط الإيجاب عن كل مسلم ومسلمة منذ نزلت الآية الكريمة إلى قيام الساعة، جاء الإذن ورفع الحرج بالتيسير وسقوط الوجوب عمن لم يستطع الوصول إلى بيت الله الحرام. والاستطاعة فسرت في أقوال أهل العلم كما جاء في بعض الآثار بأنها الزاد والراحلة، والمقصود بالراحلة المركوب الذي يوصل الحاج إلى بيت الله الحرام، والزاد يعني النفقة والطعام والشراب. والمعاصرة اليوم الأسباب المعاصرة كلها داخلة في الاستطاعة، تهيئ الأسباب وإمكان القدوم وإتاحة الإجراءات التي تفرض اليوم في حياة الناس المعاصرة بما فرضتها أنماط الحياة وتنظيماتها. فمن لم يستخرج اليوم مثلا جواز سفر فإنه لا يمكنه السفر ولا يستطيع القدوم ولا ركوب الطائرات ولا وسائل النقل للوصول إلى بلد الله الحرام، ويقاس على ذلك سائر الإجراءات التنظيمية. فمن عجز بعدم قدرته على استيفاء تلك الإجراءات أو لم تنطبق في حقه فإن الله عذره، وذلك داخل في عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. في الحج أيها الحجاج يجتمع فضل الزمان والمكان والعبادة كما مر في مجلس البارحة. فالزمان زمان حرام، أشهر الحج، والمكان بلد الله الحرام والمشاعر المعظمة منى ومزدلفة وعرفات، والعبادة حج بيت الله الحرام، هذا الفرض العظيم الذي خص بهذا الزمان وهذا المكان. الحج عبادة اجتمعت فيه عبادة البدن وعبادة المال، ولو تأملت في باقي العبادات لألفيتها على أحد النوعين، إما عبادة مال كالصدقة وزكاة الفطر والزكاة الواجبة، أو عبادة بدن كالصلاة وكالصيام، لكن الحج اجتمع فيه الأمران، ففيه عبادة مال بالإنفاق وشراء الهدي والأضاحي وبذل المال للركب والركوب والسفر، وفيه عبادة بدن بالطواف والسعي والدعاء والمبيت إلى آخر ما يعمله الحجيج. الحج يجمع أمهات العبادة، ووجه ارتباط ذلك بآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجه بين واضح، فإن الله أوجب الحج وفيه اجتمعت أمهات العبادة، فالصلاة والصيام والزكاة أو بذل المال والصدقة مع أداء النسك اجتمع في هذا الفرض المبارك. الحج معشر الحجيج رحلة فريدة في عالم الأسفار، يسافر الناس اليوم في حياتهم أسفاراً شتى ولكل وجهة هو موليها، فمسافر للسياحة ومسافر للعلاج
ومسافر للتجارة، ومسافر للدراسة وطلب العلم، ومسافر لبر الوالدين، وأنحاء شتى تجمع وجهات الناس في سفرهم. يأتي الحج فإذا هو رحلة فريدة، ولو كان المرتحل في الحج من أهل مكة فإنها أيضا رحلة فريدة في عالم الأسفار، تقودهم فيها القلوب قبل الأقدام، وتسير فيها الأرواح قبل الأبدان، تطير نحو مواطن تعرف أنها متنزل الرحمات وموطن البركات، وتشتاق أيما اشتياق لأن تغشى أماكن في زمان فاضل ومكان عظيم مبارك يتجلى فيه الكريم جل جلاله بالعظمة والعطاء والعفو والمغفرة والعتق من النار. فلذلك كان الحج يختلف تماما عن كل سفر يرتحل فيه ابن آدم منذ أن عرف البشر السفر والارتحال من بلاد إلى بلاد. افترضت فيه الحج، في الحج فرضت فيه العبادة في مكان بعينه، وتشتمل على ما لا يوجد في غيرها من العبادات، فإذا بعبادة الحج فريدة من كل الأنحاء. لاحظ معي، كل أركان الإسلام وهي أركان، لا يبقى للمسلم إسلام بدونها، كالصلاة والزكاة وصيام رمضان. ليس مسلماً من يدعي أنه مسلم وهو لا يصوم رمضان، ليس مسلماً من قال إنه مسلم ولو قال ذلك من الأرض إلى السماء وهو تارك للصلاة. لا إسلام يبقى لصاحبه إذا اختل عنده ركن من أركان الإسلام. أرأيت عظمة الأركان؟ فإنها تشغل حياة المسلم. الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، الصيام 30 يوماً كل سنة، والزكاة تجب 1 مرة كل عام إذا حال الحول وقد ملك نصاباً. لكن الحج وهو 5 هذه الأركان يختلف عنها تماماً من ناحيتين. الناحية الأولى أنه لا يجب إلا 1 مرة في العمر فقط، ليس 5 مرات كالصلاة، وليس 1 مرة كل سنة تتكرر كالصيام والزكاة، بل 1 مرة في العمر. أليس هذا عجيباً يدعو إلى التأمل والتساؤل؟ والوجه الثاني الفريد في عبادة الحج، لاحظ وهو ركن، ليس مجرد عبادة كسائر العبادات، هو ركن من أركان الإسلام. الوجه الفريد فيه أنه لا يسع للمسلم أن يؤدي هذه العبادة من أي مكان. الصلاة صل حيثما كنت عبد الله، فوق الأرض، في البحر، في الفضاء، في الجو، في السماء، صل أينما كنت. وتصوم رمضان في أي بلاد الدنيا شئت، وتخرج زكاة مالك في أي مكان. لكن الحج لابد أن تأتي هنا إلى مكة، لابد أن تطوف بالكعبة، لابد أن تسعى بين الصفا والمروة، لا يمكن أن تحج وأنت لم تقف بعرفة ولا تأتي منى أو تبيت بمزدلفة. لا يمكن أن يكون الحج إلا بالقدوم إلى هذا البلد الحرام. أيضاً أليس هذا عجيباً؟ لماذا يكون ركناً من أركان الدين فلا يجب إلا 1 مرة في العمر؟ ولماذا يجب أن يترك الناس بلادهم وأعمالهم وزوجاتهم وأولادهم ويتركون كل شيء ويأتون هنا فقط لأداء هذه العبادة؟ حقيقة أمر يدعو إلى التأمل كثيراً، وهو باختصار يعود إلى سر عظيم ليس خيباً ولا خفياً في شريعة الإسلام. الحج إنما وجب 1 واحدة في العمر لأن الله جعل له من الأجر والأثر في حياة العبد ما يكفي فيه 1 واحدة في العمر. إذا أوقع العبد فريضة الحج كما أراد الله، وهذا مرتكز حديثنا أيها الحجيج في الليالي المقبلة عن الوقوف على تفاصيل مقاصد الحج. لماذا أمرنا الله بالحج؟ ما مقصد الشريعة من إتيان العباد من كل مكان إلى هذه البقعة الطاهرة؟ ولماذا فرض الحج بهذه الهيئة؟ ولماذا هذه التنقلات بين عدة أماكن في رحلة الحج، بين مكة وعرفة ومزدلفة ومنى؟ ولماذا تتنوع العبادات ففيها مبيت وحلق ورمي وذبح وطواف وسعي ودعاء وتكبير وتهليل وتلبية؟ ما هذا التنوع العجيب في عبادة الحج؟ إذن هي رحلة عجيبة كما أسلفت في عالم الأسفار، وعبادة فريدة لا تشبهها أي عبادة من عبادات الإسلام. إذا فهمتم هذا رعاكم الله، علمتم أن لله عز وجل حكما لا حكمة
حكما جليلة من وراء هذه العبادات العظيمة. وعلى المسلم الذي أكرمه الله ويسر له وأذن له فقدم لحج بيته الحرام حق عليه والله أن يفقه تلك المقاصد وأن يقف عليها. تدري لما؟ ليؤدي عبادة الحج مراعيا تلك المقاصد، باحثا عنها، حريصا على اغتنامها، وهو يجتهد في أن تكون رحلة الحج ليس رحلة غاب فيها عن أهله 20 يوما وثلاثة أسابيع وشهرا ثم رجع يحمل في حقائبه أمتعة وهدايا أتى بها من البلاد المقدسة. لا، هو أكبر من هذا، ليكون الحج في حياته رحلة هي رحلة الميلاد من جديد، يعود إلى أهله وقد أذن الله عز وجل له بذلك الموعود الكريم. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. هذا المقصد الكبير والثواب العظيم هو منية كل مسلم يأتي لحج بيت الله الحرام. ولأجل أن تكون رحلتنا أيها الكرام حافلة إيقاعها على المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة، فإننا نجتهد في البحث عن تلك المعاني العظيمة التي أراد الله عز وجل لنا أن تكون عبادتنا في الإسلام واقعة موقعها. 10 نقاط يا كرام سنسردها في مجلس الليلة لبيان أهمية مقاصد الحج وما المراد بها، فتأملوها معي تباعا أيها الموفقون. أولا، الحج عبادة عظيمة كما تقرر، بل هي ركن من أركان الإسلام، وعبادات الإسلام كلها ما شرعت إلا لأجل حكم جليلة ومقاصد عظيمة. حسبك في العبادات عبد الله أنها بمجموعها تحقق لك المقصود الأعظم من وجودك في هذه الحياة. أنت لماذا أنت اليوم موجود على ظهر الأرض؟ لعبادة الله. ما خلقك الله إلا لهذا المقصد الكبير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرأيت كل هذه البشرية من حولك وكل الحياة وما فيها من صخب وما فيها من مشاغل ومساع شتى وطرائق مختلفة، كل هذا الخلق من حولك ما خلق إلا ليعبد الله. حسبك في عبادات الإسلام أنها بمجموعها تقودك نحو تحقيق هذا المقصود العظيم. لا يمكن للمكلف ولا يتحقق له امتثال مقتضى التكليف في العبادات التي شرعت له حتى يستوفي أداءها على الهيئة والوصف الذي شرع الله عز وجل مع موافقة المقصود الذي لأجله شرعت تلك العبادات. ما المقصود من العبادات؟ إجلال الله وتعظيمه، إفراده وتوحيده، الإذعان له والخضوع والانكسار، الافتقار بين يديه وإظهار الذل، تفويض الأمر. كفى بتلك المقاصد أن يعرف العبد ربه وأن يستدل بذلك على عظمة خالقه وأن يقف على جليل عظمة صفاته وتقديره في خلقه سبحانه وتعالى. كل عبادات الإسلام يا كرام صلاة وصيام وزكاة وحج وبر بالوالدين وصلة رحم والسعي على المسكين وكفالة الأيتام، كل عبادات الإسلام لا تخلو من المقاصد، والمقصود بالمقاصد الأهداف والحكم والغايات التي من أجلها شرعت تلك العبادات. لن تعبد الله بعبادة إلا وأنت تؤديها على الوجه الذي أمر الله مراعيا الحكمة والمقصد الجليل الذي من أجله شرعت تلك العبادات. واعلموا يا كرام أن شريعة الإسلام أجل وأعظم من أن تكون عباداته هيئة جوفاء ورسوما خاوية. لا والله، شريعة الإسلام أجل وأعظم. أعطيك مثلا، هذه الصلاة التي تصلي 5 مرات كل يوم وليلة، أهي حركات آلية تقف تركع وترفع وتسجد؟ فلو أتينا بإنسان آلي روبوت وبرمجناه على صفة الصلاة، أي تحقق فيه معنى الصلاة لأنه أدى هيئة الصلاة؟ أترك هذا المثال الافتراضي، خذ مثالا حقيقيا. أهل النفاق أجارنا الله وإياكم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضرون معه في مسجده ويصفون الصفوف ويؤدون الصلاة، ماذا قال الله عنهم؟
قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال بعدها: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما صلى؟ أما صلى؟ صلى، ما المشكلة؟ ليست المشكلة في أنه لم يصلي، المشكلة في أنه لم يصلي الصلاة التي أراد الله. فما كل صلاة يصليها العبد تقع موقع القبول عند الله؟ إذن هذا سؤال كبير يا كرام. العبادة التي نؤديها هي التي يريدها الله ويقبلها مني ومنك؟ حتى تعرف الجواب ابحث عن مقصود الله عز وجل في تلك العبادة. لماذا فرضها الله عز وجل؟ فرضها الله لتحقق في حياة العباد مقصودها الكبير. حتى الصيام، من يظن أن الصيام هو مجرد إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس؟ هذا ليس صيوما، هذا إمساك. أتظن أن الصيام في الإسلام شرع لاختبار العباد على قدرة التحمل على الجوع والعطش؟ وإذا كان مجرد تحمل للجوع والعطش، فبعض الحيوانات كالجمال أشد صبرا وتحملا للجوع والعطش من ابن آدم. أيتحقق في الجمل معنى الصيام أيها المسلمون؟ أبدا. إذن هناك سر. قال الله في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمرت أن تترك الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب ليورث هذا في داخلك تقوى الله. وعندما تصوم يصوم بطنك وفرجك وتصوم جوارحك، يصوم سمعك وبصرك ولسانك. هنا تحقق معنى التقوى من الصيام، تعلم أنك جاهدت نفسك في يوم بأكمله ونهار أتممته صائما صوم قلب وصوم بدن، فتحقق فيك معنى التقوى. وما عدا ذلك فإذا انخرم معنى التقوى في الصيام ما تحقق المقصود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأنه ما الفائدة؟ ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حتى تفهموا يا كرام النقطة التي نكررها الآن: كل عبادة في الإسلام شرعت، إنما شرعت بهيئتين، بوصفين اثنين. الأول الهيئة الظاهرة للعبادة، الصلاة قيام وركوع وسجود ورفع وجلوس وأركان، الصيام إمساك عن الطعام والشراب، الحج لباس إحرام وسفر وطواف وسعي ومبيت ورمي وحلق إلى آخره. هذا النصف الأول في العبادات التي شرعت في الإسلام. نصفها الآخر هو مقصودها الذي ينبغي أن يعبد العبد ربه بتلك العبادات محققا تلك المقاصد. أن يسعى بصومه لأن يكون عبدا تقيا، أن يسعى بصلاته أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر في الحج، أن يحقق المقاصد التي يأتي ذكرها تباعا. فماذا لو ترك ذلك؟ ماذا لو أخل فاقتصر في العبادة على هيئتها الظاهرة؟ يعني أدى الصلاة بغير خشوع، صام لكنه أطلق بصره في الحرام ولسانه في الكذب والغيبة والنميمة، حج ولم يراعي تلك المقاصد، هل الصلاة باطلة بلا خشوع؟ هل صوم الصائم الذي نظر إلى الحرام وتكلم بغيبة ونميمة أفطر ذلك اليوم عليه القضاء؟ الجواب لا. كل عبادة تصح بهيئتها الظاهرة مستوفية أركانها وشروطها وواجباتها فهي عبادة صحيحة شرعا، يعني مجزئة. مجزئة يعني تبرأ بها الذمة ويسقط بها التكليف ولا يطالب بالقضاء. انتهينا؟ خلاص انتهينا. لكن سيخسر أشياء كبيرة. سيصلي صلاة جسده في المسجد ويتابع الإمام ركوعا وسجودا، وعقله في البيت مع الزوجة أو في السوق أو في التجارة أو في المشوار الذي سينصرف إليه بعد الصلاة، عقله ليس في الصلاة ولا يتذكر من الصلاة إلا تكبيرة الإمام والتسليم في آخرهم. هو طالما استوفى في صلاته الأركان كاملة والشروط والواجبات فالصلاة صحيحة شرعا، مجزئة
لا يطالب بالإعادة ولا بقضاء الصلاة. وقل مثل ذلك في الصوم، فإنه لا يفطر بغير الطعام والشراب والجماع وما في معناها، فلو وقع ببصره في الحرام لم يفطر، لكنه سينقص أجره ولا شك ما في الصلاة. إذن ما فائدة الحديث عن مقاصد الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات إذا كانت العبادات تصح من غيرها؟ أنا أخبرك فائدة ذلك يا كرام معشر العباد. إذا راعى العبد في عبادته أداء الهيئة الظاهرة مع مراعاة الهيئة الباطنة وهي مقاصد العبادات، في كل عبادة مقصودها الذي من أجلها شرعت له، فإنه يتحقق له بذلك ثلاثة أمور عظام لا يمكن تحقيقها لو فاتت أو غاب عنها مقصد العبادات عندما يؤديها. ثلاثة أمور: أولها قبل العبادة، وثانيها أثناء العبادة، وثالثها بعد العبادة. أما الذي قبل العبادة فإن العبد كلما اعتنى بمقاصد العبادة، مثلا الآن ستحين صلاة العشاء ويريد أن يصوم غدا وسيأتيه عبادة الصوم وسيأتيه الحج وهو على مشارف الحج بعد أيام، إذا اعتنى العبد بمقاصد العبادة التي ينوي أداءها فإن قلبه يشتد تعلقه بتلك العبادة حبا لها واشتياقا إليها وفرحا بحضور وقتها، فكلما ضعف أو غاب استحضار مقاصد العبادة حرم ذلك المعنى. هي لذة، هي متعة في العبادة، تطير القلوب شوقا إلى العبادة إذا انغمست في معانيها. بينما إن كانت العبادة مجردة جوفاء مقتصرة على الهيئة الظاهرة فإن والله لا تتجاوز حد الأداء الآلي والحركات التي لا معنى لها والرسوم الجوفاء الخاوية من أي روح فيها. انظر إلى شخصين، أحدهما قبل أن يحين وقت الصلاة وهو يستحضر أن الصلاة موعد يلتقي فيه العبد بربه فيقف بين يديه أدبا واحتراما ويسمع كلام الله فيهز قلبه قبل أن يقع في أذنه، وإذا ركع شعر أنه يحني صلبه تعظيما لخالقه ومولاه، وإذا قال إمامه سمع الله لمن حمده تسابقت أعضاؤه حمدا لله وشكرا على عظيم ما أنعم به عليه مولاه، وإذا سجد عرف أنه في أقرب نقطة يضع فيها جبهته ليصل صوته إلى رب السماء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعيش معنى العبادة بكل لحظة من لحظاتها. عندما يستحضر العبد مقاصد العبادة والله يزداد حبه لها ويشتاق إليها. يحين موعد الصلاة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال وهو في سفر وارتحال وعناء وتعب، يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا راحة. عندما يتوقف في مسيره لأداء الصلاة هو وقت مستقطع من التعب والنصب ليرتاح. لا تعجب، لأنه كان يعيش صلى الله عليه وسلم ذروة الاستمتاع بالعبادة، لأنه يعلم أن العبادة التي سيؤديها الآن فيها راحة قلبه. كيف لا وهو الذي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هكذا هي العبادات، ضربنا مثالا بالصلاة ومثلها الحج وسائر العبادات. عندما يستحضر العبد معاني العبادة ويعرف مقاصدها والله يزداد حبه للعبادة ويشتاق إليها. فإذا أداها وانتقلنا إلى النقطة الثانية وهو أثر العبادة التي يستحضر فيها المقاصد أثناء العبادة. أما أثناء العبادة فشتان شتان والله بين عبد يؤدي عبادته مستحضرا لمعناها متلذذا بها مشتاقا إليها متقلبا في أكناف السعادة وهو يؤدي تلك العبادة، وبين آخر يؤديها هيئة ظاهرة مجردة يقف اثنان في الصف في الصلاة، وبين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض، أحدهما خشعت جوارحه وقلبه وأدى عبادة يشعر أنها صلاة مودع ويعيش معنى العبادة بكل حركة فيها، والآخر قلت لك لا يدرك من الصلاة إلا متابعة الإمام. ولو سألته عقب الصلاة ماذا قرأ الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى، جلس يتذكر، عله يتذكر ما سمع وهو سمع، لكن القلوب منصرفة. شتان بين عبادتين،
في مكان واحد خلف إمام واحد في مسجد واحد، لكن الفرق حضور القلب، والقلب لا يحضر إلا إذا تعلق بمعنى العبادة واستلذ بها. يجد العبد باستحضاره لمقاصد العبادة لذة عبادته ويستمتع بأدائها، لا يتضجر ولا يمل في كل عبادة يتقرب بها إلى الله، يزداد فرحا وسرورا، بعكس الآخر الذي ستظل عبادته ثقيلة يشعر فيها بالملل والضجر والسآمة ويتحين الانصراف منها ويترخص فيها بأدنى سبب، والله المستعان. إذن هذا أثر قبل العبادة وأثر أثناء العبادة. ماذا بقي؟ بقي أثر العبادة بعد العبادة. فرغت من الصلاة، فرغت من صوم رمضان وهنأك الناس بالعيد، فرغت من الحج ورجعت وقالوا قبول يا حاج. بعد فراغك من العبادة، من استحضر مقاصد العبادة أثمرت العبادة أثرها في حياة العبد. ولا بد في الصلاة، يقول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتما والله من أوقع الصلاة بخشوعها متلذذا بها مستمتعا بمعانيها، والله سترتقي صلاته بنفسه وتقواه لربه وتزكيته لفؤاده، وحتما ستمنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. من أدى الصيام مراعيا حقيقة التقوى في الصوم سيتخرج من مدرسة الصيام بعد 30 يوما عبدا تقيا، حتما سيقوده الصوم إلى تقوى الله. من أدى الحج كما أراد الله أن يحج إليه الحجيج، مستشعرا معاني الحج، قاصدا هيئته الباطنة وإيقاع معانيه العظام، سيجد أثر الحج ولا بد، وسيرجع كما ولدته أمه، وسيكون له جزاء كريم عند الله لما قال عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة. هذا حقا سيقع إذا راعى العبد ذلك المعنى. أما إذا خوت القلوب وشغلت الأذهان وانصرفت الجوارح إلى أداء الهيئة الظاهرة وانهمكت فيها بمعزل عن مراعاة حقيقة العبادة وهيئتها الباطنة، حرم والله، حرم المتعة قبل العبادة وأثناء العبادة، وحرم أثر العبادة في صلاحه وتقواه بعد أداء العبادة. يرجع وقد حج وإذا هو كما هو بتقصيره وتفريطه وذنوبه وخطاياه، هو كما هو، صام رمضان وانقضى الشهر وعاد بعد العيد، وإذا هو من أول يوم بعد عيد الفطر عاد إلى ما كان عليه من ذنوب الأمس وسيئات الماضي. هذه ليست دعوة إلى العصمة، فليسنا أهلا لها، لسنا معصومين، لكنها دعوة إلى أن يكون للعبادة أثر في حياة العباد، وهذا إنما يتحقق إذا فقه العباد مقاصد العبادة. وإذا جاء الحجيج في حج بيت الله الحرام وأدركوا أن لحجهم مقاصد عظام، يا كرام، أي عبادة تؤدى بمعزل عن مقاصدها وحقيقتها وهيئتها الباطنة، مختزلة في هيئتها الظاهرة المجردة، فإنها تكون مجزئة شرعا كما تقدم، طالما استوفت الهيئة الأركان والشروط والواجبات، لكنها والله ستفقد أعظم ما فيها من متعة ولذة أثناء العبادة وشوق إليها قبلها، وأثر عظيم في صلاح الحياة واستقامة القلوب ومعرفة العبد طريقه إلى ربه وخالقه، في من أثر لها بعد العبادة. هذه كانت النقطة الأولى لبيان أهمية الحديث عن مقاصد العبادات في الأصل، ومقاصد الحج جزء من تلك العبادات المشار إليها. النقطة الثانية أن الأصل في العبادات يا كرام تحصيل مقاصدها، وليس الاقتصار على رسمها الظاهر المجرد. الأصل في كل عبادة تعبدنا الله بها أن نحقق مقصودها، لا أن نؤدي هيئتها الظاهرة. لكل عبادة يطلبها ربك منك عبد الله، لكل عبادة نصيب منها في البدن ونصيب في القلب، بمعنى أنك تؤدي عبادة بدن وعبادة قلب. في الصلاة عبادة البدن الركوع والسجود والرفع والقيام والجلوس والتكبير والتسليم إلى آخر العبادة، وعبادة القلب في الصلاة خشوعه وحضوره والانكسار والافتقار، التعظيم لله في الركوع والدعاء والذل والانكسار في السجود، وأن تفقه ما تقرأ وتسمع خلف الإمام في القيام، هكذا. فلكل عبادة
نصيب للبدن ونصيب للقلب. فمن اقتصر على الهيئة الظاهرة أدى العبادة بالبدن وغيب عبادة القلب. السؤال: أيهما أهم في مقام العبودية، عبادة القلب أم عبادة البدن؟ القلب أولاً يا كرام، القلب أولاً. أرأيت طريح الفراش الذي سيصلي مستلقياً؟ كيف سيصلي وهو لا يحرك لا ظهرا ولا يدا ولا صلبا ولا انحناء؟ نعم هو يومئ إيماء، لكن القلب هو الذي يقوم مقام العبادة بدوره المناط به. القلب يعبد الله، بل عبادات القلب أجل في الميزان وأثقل عند الله. وأعظم عبادات القلب تعظيم الله القائم على معرفته سبحانه، والقائم على محبته سبحانه، والقائم على خشيته سبحانه والخوف منه. عبادات القلب فيها الإيمان بالله وهو أعظم الواجبات. عبادات القلب فيها التوكل على الله عماد الحياة. عبادات القلب فيها اليقين بما عند الله وحسن الظن به. عبادات القلب شتى يا كرام. ولذلك فإن عبادة القلب آكد. وإذا قلنا إن لكل عبادة هيئة ظاهرة وهيئة باطنة، فنصيب البدن الهيئة الظاهرة ونصيب القلب الهيئة الباطنة. فكل عبادة لا بد فيها من اجتماع الأمرين، ولا بد أن تؤدى العبادة باجتماع الجانبين. فكل عبادة تختزل بالهيئة الظاهرة فقط فإن القلب حرم من نصيبه من العبادة. وبالتالي فما الفرق بين صلاة المنافق وصلاة المؤمن؟ النية. والنية أين هي؟ القلب. الإخلاص والرياء أين يقع؟ في القلب. لا فرق بين صلاة منافق وصلاة مؤمن إلا ما في القلب. وكلاهما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أبي بن سلول صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ولا فرق بين الصلاتين من حيث الهيئة الظاهرة. كلاهما ركع بركوعه عليه الصلاة والسلام، وسجد بسجوده، وكبر بتكبيره، وسلم بتسليمه. إنما الفرق حقيقة كان فيما قام في القلب. فالأصل إذن في كل عبادة تحصيل مقاصدها، وليس الاقتصار على رسمها الظاهر. ولهذا لم تكن عبادات المنافقين ذات أثر ولا وزن عند الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله في تأكيد هذا المعنى الذي نقرره، يقول: إن لله على العبد عبوديتين، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة. يقول: فله على قلبه عبودية، وله على لسانه وجوارحه عبودية. فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله. فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر، فعمل القلب هو روح العبودية ولبها. فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. انتهى كلامه رحمه الله. وبالتالي فأي عبادة غابت مقاصدها واقتصرت في أدائها عند صاحبها على هيئتها الظاهرة فحسب، فإنها بين قوسين وإن أجزأت وبرئت بها ذمته وسقط بها التكليف، إلا أنها عديمة الأثر ناقصة الأجر. هكذا باختصار كل عبادة يقتصر فيها العبد على الهيئة الظاهرة تكون عبادته ناقصة الأجر عديمة الأثر، كما دلت على ذلك نصوص الشريعة. خذ مثالا بالصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. الجواب: أين ذهب النصف والثلثان والثلاثة أرباع والتسعة عشر؟ أين ذهب؟ قال: ينصرف ما كتب له إلا عشرها. وفي الراحة تسعة عشر نصف. أين ذهب النصف؟ ذهبت حيث ذهب القلب وغاب. بالله عليكم كم صلاة صلينا ولا ندري كم كتب لنا منها. لما أخرج الإمام أبو داود هذا الحديث رحمه الله في السنن بوب فقال: باب ما جاء في نقصان الصلاة. تنقص، ليست لأن الصلاة نقصت ركعة، لا، صلى أربع ركعات العشاء، لا، لكن ولا نقص سجدة ولا ركوعا،
أدى صلاة كاملة، لكن السبب يرجع إلى غياب القلب عن حضور العبادة. الصيام قد مر قبل قليل، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن المقصود من الصيام ليس هو نفس الجوع والعطش، بل ما يتجه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه ثاني النقاط التي تبين لنا أهمية العناية بما سنتكلم عنه الليالي المقبلة في الحديث عن مقاصد الحج. النقطة الثالثة التي تبين لك أهمية حديثنا عن المقاصد، الحج واجب مرة في العمر، وإجابه مرة في العمر على المستطيع كما في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أكل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي رواية قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأثرنا السؤال هذا في مطلع اللقاء، أليس هذا فريدا بين العبادات، فضلا عن أن يكون ركنا من أركان الإسلام ولا يجب إلا مرة واحدة بالعمر، بينما أركان الإسلام منها المتكرر كل يوم 5 مرات كالصلوات الخمس، أو مرة في الأسبوع كالجمعة، أو مرة في العام كالصيام والزكاة، وينفرد الحج بهذا الوجه من الإيجاب مرة واحدة في العمر. والله لا شيء يتبادر إلى الذهن أقرب من هذا المعنى، أن الحج إذا استوفيت هيئته الظاهرة مع الباطنة وتحققت مقاصده كان كفيلاً بصلاح العبد واستقامة حاله وإعادة صياغة فكره ومنهجه وحياته وفق شريعة الله، وأن يرتب حياته من جديد، فتكفيه المرة الواحدة في العمر، ثم ليعد بعد إلى بلده وأهله وداره ويعيش بقية عمره، لأنه قد عرف الطريق إلى الله. أليس قد حج؟ يكفي هذا. أليس قد وصل وطاف بالكعبة ووقف بعرفة وأدى المناسك؟ ألم يحصل هذا منه ولو مرة؟ إذن هذا كاف تماما. لكن هذا لا بد أن يكون مقرونا بالنظر إلى مقاصد تلك العبادات التي يؤديها الحاج في نسكه الذي يأتي فيه إلى بيت الله الحرام. ولهذا المعنى يكفي أن يحصله العبد مرة واحدة في الحياة. فمثل هذا والله يا كرام لا يحسن أن يأتي العبد إليه في حج وقد تعب وبذل واجتهد، ثم إذا جاء الحج يغلب على مشاعره رغبة المسارعة والمراكضة والمزاحمة ورغبة التخلص من أداء المناسك، همه إذا طاف متى ينتهي، همه إذا دخل المسعى متى يخرج، همه إذا أتى عرفة متى ينفر، همه إذا أتى منى متى يرجع. إذا كان الشغل الشاغل ومتى ينتهي وكيف يتخلص ومتى يفرغ من العبادة، هذا انصراف عجيب والله، انصراف عن معنى الاستمتاع بالعبادة والاستغراق في التلذذ بأدائها على الوجه الذي أراد الله. رابعا، اشتمل الحج على عبادات وليس عبادة. نعم هو عبادة، لكنه يجمع في أكنافه عبادات جمة بدنية ومالية. في الحج فيه صلاة وذكر ودعاء وطواف وسعي، فيه رمي ومبيت وحلق، فيه تكبير وتلبية وتهليل، فيه نفقة السفر، فيه نفقة الهدي، فيه نفقة الكفارات، فيه الصوم بدلا عن الهدي للمتمتع والقارن الذي لا يجد الهدي، فيه أيضا الصوم أحد الخيارات في كفارة الأذى. كل عبادة من تلك العبادات لها مقاصدها في الشريعة، فكيف بها مجتمعة في عبادة الحج؟ اجتمعت، فهي حزمة من العبادات، الواحد منها له أثره العظيم ومقاصده الجليلة. أتظن أنها إذا اجتمعت ستخلو عن المقاصد الشرعية الجليلة؟ خامسا، ارتبط الحج بمناطات الهداية الثلاثة التي نص عليها القرآن الكريم. ماذا نقصد بمناطات الهداية؟ لما هبط أبونا آدم عليه السلام من الجنة مع حواء بعد قصة إبليس لعنه الله، أعلن هذا النداء الإلهي، قال اهبط منها جميعا، بعضكم لبعض عدو. من مع من؟ أبونا آدم
عليه السلام وذريته وإبليس وجنده بعضكم لبعض عدو، خلاص هذا حكم الله من تلك اللحظة. قال فإما يأتينكم مني هدى. لما هبط أبونا آدم عليه السلام ما تركه رب العزة والجلال فريسة للشيطان، ولا تركه لقمة سائغة يصطاده الشيطان في كل فخ، لا، أعطاه حبال النجاة وأبواب الهداية. قال فإما يأتينكم مني هدى، عيشوا حياتكم بقيتها في الأرض، وسيأتيكم يا بني آدم من ربكم هداية. وأعطاك التحذير، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهمت المراد؟ بيتك الأول أين هو يا ابن آدم؟ هناك في الجنة، ونحن نزلنا هنا مؤقتا في رحلة قصيرة عابرة، وسنعود إلى مساكننا الأولى، قولوا إن شاء الله. عودتنا إلى تلك المساكن مشروطة بألا تضل الطريق. هل تعرف الطريق إلى بيتك الذي نزل منه أبوك آدم عليه السلام؟ قال فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لن تضل الطريق إذا عرفت الهداية التي أعطاك الله. والله أعطانا الهداية في ثلاثة أشياء في كتابه الكريم، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فكتابه سبحانه أعظم مناطات الهداية، وجعل الهداية ثانيا في بيته الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وجعل هدايته سبحانه وتعالى ثالثا في هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذا فهمتم هذا نقول الحج مرتبط بمناطات الهداية الثلاثة، فإنه مرتبط بالقرآن الذي شرع فيه الحج، وبالبيت الحرام الذي يؤدى فيه الحج، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقتفي أثره في الحج، وهو القائل خذوا عني مناسككم. فنحن نرتبط في الحج بمناطات الهداية الثلاثة التي تكفل للعباد هذه النجاة الموعودة، فهي دلالة ظاهرة على اكتناف الحج لمقاصد عظيمة يراد منها الاغتراف فيها من منابع الهداية، وعودة الحجيج من حجهم بأوفر الحظ منها هداة مهتدين. سادسا، في الحج يشرع التغرب عن الأوطان والسفر والارتحال لأداء حج بيت الله الحرام. وفي التغرب والسفر والارتحال مشقة وعناء وتعب. نعم، اليوم استحدثت وسائل النقل والمواصلات، طائرات وقطارات وموانئ وسفن، لكنه يبقى السفر سفرا، التعب والعناء والمشقة، وهو قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى السفر عناء ومشقة، خصوصا في الأزمنة السابقة لما كان السفر إلى مكة هو مظنة الهلاك وعدم العودة، فكان الحاج إذا ارتحل للحج كتب وصيته ونادى أهله وترك ما يدعو إلى الوصية به، لأنه قد لا يعود. وهذا اليوم واقع بشكل آخر، حوادث الطرق والموت الجماعي وما يحصل في النكبات والأزمات، نسأل الله السلامة. فأن يأتي في حج بيت الله الحرام مع بذل النفقات والأموال، ونحن نعلم أن من هدي الشريعة التيسير والتخفيف على العباد ورفع الحرج وعدم تكليفهم بما فيه مشقة وعنت، فكل ذلك يدعوك إلى التأمل في دلالة واضحة على عظمة مقاصد الحج، حتى غلبت على ذلك التيسير، فلم يقل لنا حج من دولكم وبلدانكم وأوطانكم، بل أمرنا بالسفر والاغتراب والارتحال لتحقيق شيء أعظم من تلك المشقة، وهو حتما سيكون شأنا عظيما يستحق أن تبذل له السفر والمشقة والتعب والنفقات حتى يصل الحجيج إلى هاهنا لتحقيق تلك المقاصد. وإذا غلت السلعة غلا ثمنها، وإذا ارتفع المهر كانت الحسناء، فلا بد أن يبذل العباد من التعب والمشقة لإدراك المقاصد العظيمة التي من أجلها شرع حج بيت الله الحرام. سابعا، حجة النبي عليه الصلاة والسلام اليتيمة الفريدة، حجة الوداع، كانت مرة واحدة،
وهي قبل موته ببضعة أشهر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما حج حرص أشد الحرص على إعلام الصحابة بخروجه للحج واستنفارهم لصحبته، قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وفي رواية قال: فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه. والحديث في رواية الأولى عند مسلم وفي الثانية عند النسائي. لا شك أن هذا الحرص النبوي العظيم على أن يستنفر الناس وأن يرافقه الصحب الكرام داخل المدينة وخارجها وفي المشاعر وفي مكة، كان من أجل أخذهم وتلقيهم عنه مناسك الحج أحكاما وحكما، هيئة ظاهرة وهيئة باطنة، وكلاهما داخل في عموم قوله: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا دلالة على أن الحج شأن عظيم استحق أن يستنفر الأمة كلها عليه الصلاة والسلام ليقول لهم: أدركوا الحج معي وتعلموا مني. دل ذلك على اكتناف الحج لمعان عظام يستحق والله أن يتفقه فيها الحجيج وأن يتعلموها قبل الشروع في المناسك، كما يتعلمون صفة رمي الجمرات وعدد أشواط الطواف وماذا يفعلون في عرفة وماذا يصنعون بمنى. حق عليهم والله أن يتعلموا لما المقصود الوقوف بعرفة، وما الهدف من هذا التنقل بين المشاعر، ولأي حكمة شرع لنا أداء النسك على هذا النحو تحديدا، وما الغرض من ذلك. فقه ذلك يا كرام مدعاة إلى إيقاع الحج على الهيئة التي أراد الله كما يحب سبحانه وتعالى أن يحج عليه الحجيج بيته الحرام. ثامنا، عندما شرع الحج شرع مخصوصا بأماكن محددة وأيام معلومة. أو ما رأيتم أيضا هذا وجه عجيب من وجوه إيجاب العبادات ينفرد عن باقي عبادات الإسلام. الصلاة لها وقتها ولها أول وآخر، لكن الحج إنما تحج في مكان بعينه وفي زمان بعينه، تقف في عرفات يوم 9 من ذي الحجة. لو قال قائل: ممكن نساعد الحجيج 3 مليون كل سنة فنتلافى الزحام، فنجعل بعضهم 1 مليون يقفون يوم 8 في عرفة، و1 مليون يقفون يوم 9، و1 مليون يقفون يوم 10، ونخفف على الناس. وهذا من تيسير الله عز وجل، هذا لا يقبله مسلم ولا تقبله الشريعة. والسبب أن الحج مرتبط بزمان محدد ومكان محدد. فيعود السؤال من جديد: أهذا تضييق في الشريعة؟ لا، بل هو حكم جليلة يراد فقهها والوقوف عندها والتأمل في عظمة ما اكتنفته هذه العبادة، أن تأتي فتطوف ولا طواف في بقعة على وجه الأرض إلا بهذه الكعبة، أن تسعى 7 أشواط ليست 6 ولا 8، 7 أشواط، مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة في هذا المكان تحديدا، ولو تزاحم الخلق فإنهم لا يسعون إلا في هذا المكان، ولا يسعهم أن يسعوا في غيره إطلاقا. هذا أيضا لحكم جليلة يراد أن نقف عليها وأن نتأمله، لأن تعمل القلوب عملها مع الأبدان، وأن تؤدي حظها من العبادة كما تؤديه الأقدام والأجساد. فمن فقه ذلك علم أن الله عز وجل لما شرع الحج مقرونا بتلك البقاع العظام وتلك الأماكن الفريدة وهذا الزمان المخصوص الذي تقدم الحديث عنه ليلة البارحة، زمان هو أعظم أيام الدنيا عند الله، فجعله ظرفا لحج بيته الحرام. لما اصطفى الله من الزمان أياما ينزل فيها كتابه العظيم خص شهر رمضان، فاكتسب العظمة بنزول القرآن فيه. ولما أراد الله لحج بيته الحرام زمانا يأتي إليه العباد من كل حدب وصوب من كل فج عميق، جعل هذه 10، فاكتسبت العظمة من وقوع الحج فيها. إذن عبادة فيها من ثقل الميزان وعظمة المقاصد ما جعلت هذه الأيام الفاضلة من 10 ذي الحجة أثقل من غيرها من سائر أيام العام في الميزان. تاسعا، مما يدلك على عظمة الحج عبادة
وعظمة مقاصده في الشريعة تعاقب الأنبياء عليهم السلام على الحج إلى بيت الله الحرام على مر الزمان وتعاقب الأمم والأجيال. سؤال: أحج الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حج موسى وعيسى عليهم السلام وآدم وزكريا ويحيى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. ومسجد الخيف في منى، وهو مسجد باسمه إلى اليوم قرب الجمرات. قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، منهم موسى عليه السلام كأني أنظر إليه، وعليه عباءتان قطوانيتان، وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ريف له ظفران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد مر بالروحاء 70 نبيا. والروحاء موضع قرب المدينة في طريق الحج للقادم من الشمال. قال: لقد مر بالروحاء 70 نبيا، فيهم نبي الله موسى عليه السلام، حفاة عليهم العباءة يأمون بيت الله العتيق. هذه الأحاديث ماذا تعني لك؟ تعاقب الأنبياء عليهم السلام على أداء هذه العبادة التي افترض الله عليهم. يؤكد ذلك نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان وإهلاله بالحج أو بالعمرة أو بهما معا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما، يعني يقرن بينهما، وهذا بعد نزوله آخر الزمان وقتله المسيح الدجال. هذا التعاقب على بيت الله الحرام حجا منذ الخليل إبراهيم عليه السلام، بل وقيل منذ آدم عليه السلام، حتى حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيحج عيسى عليه السلام آخر الزمان إذا نزل من السماء بعد قتل الدجال، يدل على عظم مكانة الحج عند الله وفي شرائع الأنبياء كلهم عليهم السلام. لا تعظم عبادة في الإسلام إلا وتعظم مقاصدها، فكيف بعبادة معظمة في شرائع الأنبياء جميعا عليهم السلام؟ أخيرا، لأهمية الحديث عن المقاصد، ما نشهده في حج الحجيج معشر الحجيج كل عام من صور فيها خلل واضطراب وقصور، منبئ عن جهل أو غياب لتحقيق المقاصد، عندما يغلب جانب الحرص على الانتهاء من العبادة كيفما اتفق، ورغبة المراكضة والمزاحمة، يغيب معها شعور التعظيم والخشوع، يطوف متزاحما، يقف بعرفات، يرمي الجمرات، وقلبه ممتلئ ضيقا وألما وضجرا. أين لذة العبادة؟ عندما يطغى الأداء للهيئة الظاهرة تبدو تلك المعالم التي لا يراد للحاج أن تظهر عليه آثار العبادة إلا وهو ممعن في لذة عبادته لربه. وسنقف بتفصيلنا في ذكر المقاصد من مجلس الغد إن شاء الله على صور وأنماط وأمثلة عجيبة فريدة من حج نبينا عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عنهم وسلف الأمة سلك الله بنا سبيلهم، كيف كانت حياتهم في الحج تقطر لذة واستمتاعا وشعورا بعظمة العبادة التي يؤدون. اللهم فإنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. للحديث بقية من مجلس الغد إن شاء الله تعالى، ولعل موقع الدرس ينتقل إلى مقدمة الصفوف أمام الباب 91 من مجلس الغد إن شاء الله لانشغال هذا الموقع ببعض الدروس الأخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.